أحبائي، أحلى لقاء نلتقى فيه مع موتانا هي ذبيحة القداس. تجتمع فيه بالذبيحة الأرض بالسماء، وكل نفوس أحبائنا هن بأمس الحاجة إلى رحمة الرب يلي تتجلى في ذبيحة القداس. عشان هيك إذا منحب موتانا منحب نتواصل معهم، منرد لهم الرحمة، منرد لهم كل خير، نجي نقدس على نيتهم. هيدا أجمل ما بتقدموا له. بتذكر العذراء لما سألوها بظهوراتها بميديغوريا، لما فرجتهم المطهر، سألوها للعذراء ليه هالنفوس موجودة هونيك؟ قالت لهم لأن عندهم نقص بالحب. أكبر عملية حب صارت بالتاريخ بتعوض عن نقص حبنا هي حب الله على الصليب يلي بيتجلى بالقداس، لأن القداس هو تجديد لذبيحة الصليب. هلأ نحن عم نقدس، هلأ بس نبلش من بعد النؤمن بتبلش الذبيحة. كل الفترة اللي قبل النؤمن هي فترة استعداد، يعني الملائكة هلأ بتبقى حاضرة حواليكم عم تساعد نفوسكم تتحضر للقداس، لأن من بعد النؤمن ساعتها منبلش بالكلام السماوي، منبلش نتبادل ونتصافح السلام حتى لو ما بنقرب بعضنا. ببلش يدعي الكاهن كل المؤمنين لتكن عقولنا قلوبنا مرتفعة إلى فوق. خلص ترك الأرض وشؤونها وحكمتها وهمومها، طلع قبل القداس بتكونوا أنتوا عم ترتلوا ترتيلكم يلي الأرض ألفتها، لكن من بعد النؤمن منبلش نشترك بترتيل السماء يلي هي ترتيل الملائكة لعرش الله. مشان هيك بيقول الكاهن إنه لحق وواجب أن نمجدك ونسبحك مع الملائكة، كما الكاروبين والصاروفين يسبحوك بهتافات قدوس. قدوس نحن منشارك مع ترتيل الملائكة. قدوس هي ترتيلة السماء برتلوها الملائكة، نحن منشترك فيها. وبلحظة المنقول قدوس كان القديسين خاصة بادري بيو يشوف فوق راس الكاهن تفتح قوة من نار، ينزلوا الكاروبين والصاروفين مع كل القديسين على راسهم العذراء بيركعوا قدام المذبح وبيركعوا بيسجدوا للأرض، وكل النفوس الموتى الموجودين بالسماء والموجودين بالمطهر. الموجودين بالسماء بيقعدوا حد أقاربهم إذا كانوا عم بيقدسوا، والموجودين بالمطهر بيبقوا تحت المذبح مدين إليهم طالبين الرحمة للناس والصلاة لراحة نفسهم. وبهذه اللحظة بينزل يسوع محمول على الكاروبين والصاروفيم على عرش مهيب بالنار، وبيوقف وراء راس الكاهن وبيبلش بتم الكاهن بيقول الكلام الجوهري. ولحظة بيتلي الكلام على الخبز تتحول الخبز الموجود على المذبح لحمل مذبوح عم ينزل الدم منه. راسه راس يسوع، جسمه جسم حمل. ولحظة اللي بيقول الكاهن كلام التقديس على الكيس يتحول الكيس لقلب طالع منه نار. وكان هون يبكي بادري بيو لأنه كان يشوف الأعراض السرية اللي نحن عينينا ما بتسمح نشوفها. لما نلقط الكيس تناول الناس يشوف إيده عم تفوت على قلب يسوع، ينشال شقف من هالقلب تنعطى للناس. وبالفعل يلي ثبت هالرؤية اللي شافها بادري بيو العجيبة، عجيبة الإربان اللي صارت بلانشانو بجنوب إيطاليا من سنة 1200، الإربان اللي تحولت إلى لحم راحوا فحصوها باللابوراتوار طلعت شقفة من عضلة القلب، وبعد لليوم من 1200 سنة بعد لليوم شقفة لحم، بعد لحم طرية. عشان هيك الرب بيعطيك قلبه، بيعطيك حبه. أغلى ما عنده الرب عطاك الأرض، عطاك الدنيا تتنعم فيها، عطاك الحياة ما كنت تشبع. آخر شيء قال لك خذ، هي أنا، هيدا القداس. الله يعطي ذاته. أجمل صورة بيصوروها إذا بتروح على الفاتيكان بالكاتدرال تبع مار بطرس، موجود صورة الطير البجع. طير البجع بشبول يسوع. هالطير وقت اللي بيجوع أولاده بصير يشيل من لحمه ويطعميهم،
متصورين فوق بيت القربين طير البجع عم بيشيل من لحمه ويطعمي ولاده. هذا إلهنا. لما الإنسان عازل الحياة والحياة موجودة بالله، قام الرب عطاك حياته تحت تغي يلغي لك الموت ويرد لك الحياة. هذا المعنى تبع القديس، هذا الأهمية تبع أنه نشترك بالقديس. وهون عم فسر هالشي تقلكن أنه ذبيحة القديس بتعوض لما بتقدموه عنية الموتى عن كل النقص تبع الحب يلي عيشوه على الأرض. نحن عشو بدنا نندين بالآخرة؟ ما تفكروا رح تندينوا على خطاياكم، رح تندينوا على كمية حب ما حبيتوها أو رفضتوا تحبوها. مشان هيك إذا بتشوفوا إنجيل الدينونة عشو ارتكز يسوع قال لهم تعالوا يا مباركي أبي رسل الحياة، لا عيط للمسيحية ولا عيط للإسلام ولا عيط للبوذية ولا اليهود ولا الوثنية. ما نادى الإنسان باسم ديانته، تعا يا مسيحي فوت لأنك مسيحي، أو أنت يا مسلم اطلع برا لأنك مسلم. الله ما بيحكي بأديان، لأن كل البشر ولاده. نحن بالديانات هون قصمنا له الأرض، بس مش هاي طريقة الله. لمين نادى؟ عيط قال لهم تعالوا يا مباركي أبي رسوا الحياة. اسمعوا مين؟ كنت جائعا أطعمتموني، عطشانا سقيتموني، عريانا كسوتموني، مريضا زرتموني، محبوسا عزيتموني. شو هن هاو؟ أفعال حب، أعمال رحمة. تعال. ومين اللي هلك؟ اللي سكر قلبه على الحب. كنت جائعا لم تطعموني، عطشانا لم تسقوني، عريانا لم تلبسوني. وشو قال لهم؟ قال لهم اذهبوا عني يا ملعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. تعرفوا ليش شيطان شيطان؟ لأن ما بحب. لو بحب ببطل شيطان. ونهار اللي نحن منسكر قلبنا على الحب نصير مثله. وإذا بقي القلب مسكر على الحب رايحين لعنده، لأنه منشبهه نصير. الحب اللي بيعطيك جمال، والحب اللي بيعطيك قيمة قدام الله. ونهار اللي بتلغي المحبة من قلبك تفقد هويتك، لأن الرب بكرة راح لعنده راح يسألك عن اسمك، ولا راح يسألك عن كمية المال اللي مجمع على الأرض أو كمية الورث اللي تركتها وراك، أو كلهم تركوا هون وبقين هون وبيروحوا. راح يقول لك بس فرجيني قلبك قد ايه حب. قصة بطرس الرحيم هي قصة موجودة بالكنيسة. هذا قديس عظيم. بطرس كان زلم كتير غني، وكان فعلا كل حياته قضاها كرمال يصرف من ماله على غناه وعلى ترفه وعلى شهواته. كان في هونيك فقير كل يوم يجي يدق بابه ويقول له دخلك بدي خبزي من عندك، يطبش باب وجهه. مزعجه اخر شيء بيقوم بيجيب رغيف خبز بيطبش له اياها بوجهه، بيقول له حل عني ما بدي اشوف قصوره وجهك. هالفقير رضي، كيف اخذها ياخذها، بس رغيف خبز بتسد له جوعه. بالليل يبصر بطرس منام بنومه بيلاقي ملاك واقف حامل ميزان بايده، وشياطين واقفه على كفه الشمال وحاطين له كل سيئاته بالكفه وغشيانين الضحك الشياطين كانه ربحانين. وملاكه الحارس قاعد على الكفه الثانيه عم يبكي والكفه فاضي في شيء يحط له فيها. صار واقف مرعوب قدام هالمشهد انه الشياطين هن الغالبين بأعمال السيئة، وفي شيء منيح تحطه بالكفة تبع ملاك الحارس. وبلحظة بيشوف ملاك جاي من السماء حامل رغيف خبز وحط له إياها بالكفة وقلبها. قلبت ووعي مرعوب، وبيقول بوقتها رغيف خبز عملتها مش بإرادتي، غصب عني، كانت كفيلة تغطي لي عن كل سيئاتي وتخلي كفة المنيح ترجح. فكم بالأحرى عملت المنيح من قلبي. وبيروح يبيع كل ثرواته لكل العالم العايزي، تسموه بطرس الرحيم. بطرس الرحيم، هاي قيمة الحياة أحبائي. هاي الزوادة اللي بناخدها معنا من هالدنيا. شو بناخد منها هالدنيا؟ بنشتهد إننا نكبر فيها ونتملك فيها ونكبر ثرواتنا فيها، وآخر شيء منشقلب إجرينا منروح على القبر. ويا ريتك تتفرج على الإنسان بالقبر شو بصير، كمش تتراب. هيدي هي الهوية
هيدي هي دعوتنا لهالحياه، كرمال هيك جابنا ربنا على هالدنيا؟ او في سر تاني تكتشفوا هالسر نهار اللي بتقرر تمشي بمشروع الحب اللي راده الرب؟ مشان هيك نحن منقدس عنية موتينا، نطلب يا رب بقوة الحب يلي حبيتنا إياه، حتى أخذك هالحب إلى الصليب وما قلت لا. أرجوك يا إلهي سكر كل نقص بالحب لموتينا. هيك صلوا لموتيكم استقدسوا، بس تتناولوا قالوا له لا. أنا منين أخذت العبارة؟ تفكروهاش إنه هيك جايبة من راسي. أنا شفيعي بحبه كثير، خوري آرس، هو القديس جون ماري فياني يلي هو شفيع الكهني. هذا قديس مهضوم، بذات الوقت كان ربنا مش عاطيه موهبة العلم، بس كان قلبه مليان من الحب لله. كان يدرس باللاهوت ويسقط، يدرس ويسقط. رابع سنة عم بعيد سنة اللاهوت، بيجي الاستاذ بيطلع بالورقه اللي عنده، بيطلع بلاقيها فاضي مش كاتب شيء. لقط الكتاب وضربه على مخه، قال له حمار وتضلك حمار. بيطلع فيه خوري ارس بيقول له لك الله عطي فك حمار لشمشوم قتل فيه 1000 زلمه، فكيف اذا بيعطيه حمار كامل؟ على هضامته رسموه، وبيقوم المطران بكبه برعيه لا حدا سامع في اسمها ارس، رعيه متروكه من زمان بلا كاهن، والعالم عايفين الكنيسه، الكنيسه اكلها الغزال والغبره ما حدا بيجي عليها. قالوا لك هيدي عقد علمته بتقديه. قد ما كان فقير حط صباطه على ظهره وراح حافي. قال لك بوفر ندفن بالصباط بيضيني اكثر. بيلتقى على باب الساحه، ساحه الكنيسه على ساحه الضيعه، بيلتقى بطفل. قال له حبيبي بتدلني كنيسه الضيعه وين؟ قال له انت الابونا جايين جديد؟ قال له ايه؟ قال له يا دلي ابونا شو ناطرك؟ الحقنا. وصلوا على ساحة الكنيسة، قالوا هاي الكنيسة. قالوا لك انت دليتني على درب الكنيسة، انا شغلت دلك على درب السماء. عم بيلو تمثال هلا بالساحة هوني، لاقط الطفل هيك على ايده، الطفل مدد ايده على الكنيسة، وكوري ارس مدد ايده على السماء. فات على هالرعية واخذ، شاف برعيته نوادي القمار، نوادي الدعارة، الماسونية فالحة فلاحة، رعية مخروبة روحيا. والشيطان بيفلح فلاحه فيها معين، مستولي على كل النفوس. قبل ما نزل ما بيعرف شو يوعظ، قد ما كان خجول، قد ما كان يستحي ويتلبك، يقول له يا رب انا حمار طلع على ظهري وانا باخذك لعند الناس، بس ما بعرف احكي، بس انا باخذك. هيك كان يعمل، يقول له يا يسوع ما بعرف اوعظ لك، بس انا راح صلي وانت من خلالي. وصال اول شيء عرف انه في شيطان لازم اشحطه من الريه، خرب له اياها. نزل صوم على سنتين بطاطا ومي، قعد بالقنطش ياكل بطاطا ومي، تاخر شيء اجى الشيطان صار يهز له القنطش يقول له فل من هون، هالريه الي. نزل فيه بطاطا ومي ما يرد عليه. احد الكهنه كان يقول له انت اخوت، لان كان يجي بالليل الشيطان يهز له القنطش يرجه يحس في زلزال طلع. قال له هونيك ليله تعال نام عندي تحت تعيش اللي عم بختبره. بيقولوا الابونا هرب بنص ليل مع شدر كفى ليله لتاني نهار. من بعد ما الرعيه تحررت بلش يفوت ويسكر هالنوادي للدعاره وللقمار ولل، وبلش يدعي الناس يجوا على الكنيسه. تعطاه الرب موهبه يقدر يقرا القلوب شو مخبى فيها من خطايا. ومش عن عبس، يوم من الايام تعينوا الكنيسه شفيع الكهنه، هذا كف النا تيقلنا الرب انه ماني عايز شهادتك، ولا عايز الدكتوراه تبعيتك ولا اللاهوت، عايز قلبك تكون مثل الكاهن تحت من خلالك اعمل العجائب. فعلا باخر ايامه صارت العالم تقصده من اخر الدنيا بس لحتى ياخذوا بركته، قد ما صارت مواهبه وعجائبه كثيرين. بيتوفى حدا من اصحابه، بيشوفوا هو عم بيقدس، فايت على القداس كان عنده رؤية، بيشوفوا عم يتعذب بالمطهر، خوت بحبه كتير، جن شو بدي أعمل له؟ ما كنت قادر أعمل له شيء، صار يصرخ، شافوا بأي نوع عذاب عم يتعذب. بس قال الكلام الجوهري، بيجي رؤية، بيطلع بيقول يا عمي هذا يسوع هون، لقطه،
قال له لك مش فالتك، رح ضل ملقط فيك تتفلت لي صاحبي من المطهر، ورح اعمل انا وياك مبادره. انا هلا وقت المناولي رح انزل اعطيك للناس، بدي اياك بالمقابل تاخذ نفس صاحبي وتعطيها لبيك بالسماء. وبكل ثقه بكل ثقة بيقوم وبينزل على المناولة حتى يناول العالم. ولحظة اللي بلش يناول بحس بفرح غمر قلبه، وهو راشي على المذبح اخذ القربان حتى يختم القداس، بيطلع فوق المذبح بيلاقي ملاك اثنين حاملين نفس صاحبه طالعين فيه على السماء، وبيقول الله قبل بالمبادرة، قبل باللي بهل اني انا بعطيه للناس وانت بتعطي. اعمل هالمبادره مع الرب، اعملها اذا عندك نفس حبيب لك بتحسه بحاجه لصلاتك، او بتحس حياته ما كان فيها من الحب الكامل حتى يستحق ان يشاهد وجه الرب. جرب انك تعيش مع الرب بذبيحه القداس فرح الايمان، ما تقدس مثل اللي عم بيمارس عادي، بتجي على القداس حزين وبتفل حزين، تجي بأفكار هالدنيا وبتفل بأفكار هالدنيا. افتح مجال للرب يفوت بنوره على قلبك، تتعرف انه الموت مش حطه الرب بحياتك طيقشتك اللي بتحبهم ولا طيقهرك. الموت هو حقيقة، سمين الرب الولادة الثانية. تعرفوا اول ولادة بس تجي ساعة الام تتولد بتشد بابنها تيظهر الولد، بشد بده يبقى وبحس انه امه عم تقتله، والام ما بترحم بتظهره وبتعرف اذا بقي جوا بيموت. ذات الشيء بس تيجي ساعه الموت نحن بنشد باحبائنا خليهم هون، والله عم بقشطنا اياهم، والله ظالم كان معي ابدا. الله مثل الام بس تيجي ساعه الولاده الثانيه بدفشك طلع منها للحياه وروح على الحياه الحقيقيه اللي اسمها ملكوت الرب، الحياه الابديه. عشان هيك بدنا نصلي لاحبائنا يستحقوا هالحياه، وبدنا نصلي لنا بدورنا ونطلب صلاتهم اليوم حتى يساعدونا انه باخرتنا نجتمع فيهم، حيث بيقول الكتاب المقدس سفر الرؤيا سيمسح الله كل دمعه من عيوننا ويجمعنا بحياه لا بقى فيها موت ولا نوح ولا بكي، له المجد للابد امين.